هتغيب عني قد ايه يا عمام؟ اسبوعين يا صالحة. اسبوعين حيين؟ مين فيه قلب يستحمل ده؟ هيعد وارجع لك ان شاء الله. هتروح تدور على سلام؟ لا، هروح اجيب سلام. ايه؟ عرفت مطرحه؟ ربنا كبير. خلي بالك من روحك، من ورد اليمن، من الولد يا صالحة. انت خلي بالك من روحك يا روح صالح. 10 سنين يا خاتون هانم وانت لسه على عنادك. علي بك، خلي اليأس يملى قلبك من ناحيتي. مش هتقدر تلمسني الا وانا جثة، وحتى دي دعيتها من ربنا ان يصونها من ايديك لحد ما انزل تربتي. اتكلمتي؟ انت بتكلمي شيخ بلد مصر مملوكك؟ ذكرى عثمان بك الغايب اللي بقاله 10 سنين اقوى من حضورك علي بك. كان نفسي اكون قاسي معاكي، لكن قدام عينيكي يبقى مملوكش غير الخضوع. طول عمري بكره لقب مملوك، لكن معاكي انتي اللقب ده بقى له معنى. ارجوك اتركني اصلي فرض الصبح لربنا. صلي صلي يا خاتون هانم، وادعي لي اني ما احبكيش قوي كده. قدامك لغايه صلاه الظهر، بعد كده حاجه اخد كل اللي انا عايزه. هاخد كل اللي انا عايزه يا خاتون هانم. منك لله، منك لله، لو اذيتني منك لله. انت سمعت عني وما قابلتنيش؟ انا يا سيدي ابقى شيخ العرب همام. شيخ العرب همام؟ يا مماليك يا ايه ده؟ اصل انا كنت شيعت درويش وشاهين عشان يتطهروا عن سيدك عبد الرحيم الجناوي. زي ما تقول كده نادر، كنت نادر. قالوا لي اشاعه، قلت كيف؟ لازم اجي بنفسي اتوكد منك. قالوا لي، قال ايه؟ ان علي بيه مش متطهر. قلت كيف؟ قالوا لي المماليك ما يتطهروش. قلت لا، ما ينفعش، شيخ بلد مصر يبقى مش متطهر. وجبت الواد زرزور ومعاه الموس بتاعه عشان نخلصوا الموضوع ده. بس بيني وبينك، الواد زرزور غشيم شويه، اول مره يعملها، وممكن يعني يجور عليك. فقلت اجي معاه عشان ما خليهوش يخلص عليك خالص. يلا يا زرزور اشتغل وانا عيني عليك. ايه خايف ليه؟ مش حاجه. ما تعرفش اخوي سلام فين يعني؟ تعرف ولا ما تعرفش؟ انطب خلص. شكله ما يعرفش. يلا يا زرزور مش عايزين نعطل البيع. استنى يا زرزور، ظهر البيع عاوز يقول حاجة. شيل الشال نشوف البيع عاوز يقول ايه. سلام عندي في السرداب تحت. الحمد لله، يعني عندك. انا قلت كده. طيب يوسف لزرزور ولا تحب يخلص معاك الاول؟ لا 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 لا، كويس قوي يا شيخ العرب، انا هايل، انا تمام جدا، انا زيكم بالظبط كده. طيب خلاص، يوسف لزرزور ومساعد هيربطك زين لحد ما زرزور يجيب الشيخ سلام ويعدي. ازاي عايش من غير ما تاكل ولا تشرب؟ باين عليك مبروك شيخ سلام. قول يا رب. يا رب يطلع لك دب.
ظريف شيخ سلام. انت عارف جن علي ممكن يعمل فيك ايه؟ ولا يقدر يعمل معايا اي حاجة. يبقى انت ما تعرفش جن علي. في ناس بيعصرها عصر، في ناس بيقشرها، في ناس بيقسمها نصين. جاني ربك يلجم ويخليه زي الفار. لو اداني الإشارة هقتلك بإيديا. وإن كنت خايف منك شيخ سلام. خايف مني ليه يا بوي؟ انت بس قول يا رب يا رب يطلع لك ضب تاني. شيخ سلام زرزور اللي جابك هيتسلوك معاه. مفيكلكش يا شيخ سلام، اطلع. سيج عليك النبي ما تموتهوش، كفايه كده. وانت قول يا رب. مفيش فايده تشيع لي سم وما تسمش، شيع لي ثلاثة موتوني وما موتش. نيتك مش سليمة عشان كده ربنا ما يوفقكش كده مليح. موضوع شرق خميم ده أظن دلوقت ما عادش ليك غاية فيه قوي، مش كده يا علي بيه؟ همه سلام حبيبي حبيبي سلام حبيبي همه. تكوي يا ولد ابوي كده برضه يا همام تسيبني؟ ده انا مت من الجوع. سلامتك يا سلام، عمري ما اسيبك يا حبيبي عمري. وانا كمان كنت هجيلك في الحلم. الحمد لله على السلامه يا جد همام. نصيحه لوجه الله يا علي بيه، قول لهم الشيخ سلام ده سلوباتة شيع تقتله وهو في السرداب ما لقيتهوش قاعد. أو سر البتعة ده أحسن من فضيحتك. وموضوع الطهارة ده هنأجلوه شوية ما تخافش. سلام عليكم. أقول لك إيه، بص يا علي بيه، عشان ما عرفش اسم أبوك زين، الأخلاق محدش هيتعلمها، هيتولدوا بيها بعيد عنك. وأقول لك حاجة احفظها وراي زين، ملعون أبو اللي عارف كلمته ما تمشيش ويقولها، وملعون أبو اللي عارف كلمته تمشي وما يقولهاش. الحسيس يفهم. سلام عليكم. قول يا رب. نعم. يطلع لك ضب.